أهم حضراتكم مرة تانية. يمكن هذه الفقرة فقرة مهمة لأنها مرتبطة بصناعة الحياة في مصر، أو خلينا نقول بصناعة الدواء. كان في أيضا مؤتمر مهم جدا عقدته الشعب العام للأدوية باتحاد الغرف التجارية بعنوان التحديات اللي بتواجه الاستثمارات الجديدة لقطاع الدواء. المؤتمر ده ناقش التحديات اللي بتواجهها المصانع الجديدة والمصانع تحت الإنشاء وأسباب أزمة نقص الدواء أحيانا، وأيضا تسعير الدواء وتأثير قانون التأمين الصحي وكيفية فتح أسواق جديدة أمام صناعة الدواء في مصر في الخارج، على كمان مع الأخذ في الاعتبار أنه مصر هي أكبر منتج للدواء في إفريقيا والشرق الأوسط، لكننا ما زلنا بنصدر تقريبا ب 2 مليار وبنستورد ب 12 او باكثر من 12 مليار. هنفهم ما هي هذه التحديات وكيف يمكن ان تساعد الدوله في التغلب عليها، وايضا كيف يمكن تحقيق مزيد من الضبط لسوق الدواء في مصر. هيكون معنا في هذه الفقره الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه، هنطرح عليه هذه الاسئله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور، اهلا بحضرتك. خلينا نبدا من الخبر الاخير اللي كان معانا في الصحافه. كنا بنتكلم في الخبر عن مافيا صناعه الدواء وبيع الدواء على الفيسبوك. تمام. ده شق. الشق الثاني اللي انا بقى عايز اسال حضرتك فيه، فكره ان احنا لسه في مصر عندنا ثقافه ان انا ممكن اخش صيدليه واشتري اي دواء انا عايزاه من غير روشته، رغم ان في قانون مفروض. معلش عايزين نفهم من حضرتك ليه ده مستمر يعني لحد دلوقتي، بتكلم في 2018 خلاص. تمام. اول حاجه بالنسبه للشق الاولاني والخاص بتداول الدواء عبر بعض الوسائل الاعلام وليست عن طريق الطرق الرسميه والقانونيه اللي هي الصيدليات والمستشفيات والصيدليات المرخصه في المستشفيات، ده كله امور بتؤدي الى خطوره كبيره لصحه المواطن المصري. ما يتداولها على الفيسبوك ده من اسوأ ما يكون على صحه المريض المصري. حتى لما بيجوا يتداولوا الادويه دي بيحصل انه الراجل اللي هو بيسيب رقم تليفونه وبيقابله في حته في شارع في يعني كلها حتى بيوصلوها لهم البيت، مش يعني مش في جميع الاحوال، لان هو تجاره غير مشروعه. فهم بيشتغلوا كانهم بيبيعوا مخدرات بالظبط، لانه وبالتالي هو هنا ما يتم استخدامه هو خطر على صحه المواطن المصري. فالناس لا تندرج وراء الشائعات ولا الفيسبوك ولا الكلام ده. هناك طرق او اماكن رسميه مرخص فيها الدواء بيباع وبيباع وعليه دراسات علميه فياخدوها من مصادرها. انما الدواء بي 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 بيزود الوزن وبيقلل الوزن ومش عارف بيطول العمر والكلام ده كله، دي كلها كلام. بس اسمح لي، ده بيتعرض في اعلانات في التلفزيونات وبتلفزيونات رسميه. لا انا يعني لم الاحظ اي حاجه في تلفزيونات رسميه، لان حضرتك لو هناك اللي هو مثلا كريم تجميل، كريم تفتيح، كريمات اللي هي دي، وحتى دي لابد ان هي تكون واخده موافقه من وزاره الصحه. انا النهارده جاي اعمل عند حضرتك هنا اعلان على اي منتج ما شكل صيدلي، لابد ان انا اجيب لحضرتك ما يفيد من وزاره الصحه، شهاده بختم رسمي من الصحه ان هذا المستحضر مسجل رسمي، وبالتالي بتبقى اتعلمت عليه دراسات الامان والدراسات الجوده. يعني حضرتك بتنصح الناس ان الاعلانات اللي هي في التلفزيونات في القنوات المختلفه ما حدش يشتري نهائي منهم؟ نهائي نهائي. في هناك بعض الاعلانات بتتم بسها لنوع من البارستامول، ودي بتتعمل خارج مصر لدعايه للبارستامول ده على مستوى الشرق الاوسط كله. مش هو اوقف تقريبا؟ لا شغال. واخد بال حضرتك لبارستامول يعني لشركة أجنبية، واخد بال حضرتك، بره سامح بكده، احنا في مصر مش سامحين ان احنا نعمل دعاية للدواء في البتاع، بس بتنزل بحكم ان القنوات مفتوحة فبتتشاف يعني. طيب أروح مع حضرتك لصناعة الدواء بقى في مصر وأخبارها إيه؟ يعني بيقال إنه في توقع إنه يحصل نسبة نمو في صناعة الدواء تقريبا 8% في 2018، رغم إنه في تراجع في مبيعات الدواء. عايزين نفهم ازاي ده ممكن يحصل. بص حضرتك، احنا سوق الدواء بيقاس نموه بحاجتين، عدد الوحدات
وقيمة الفلوس. عدد الوحدات احنا كصناعة وطنية بنغطي من احتياج مصر في حدود 92% من احتياج البلد. 92%؟ اه. بالفلوس بتساوي حوالي 85% بالفلوس. تمام؟ الباقي فرق 8% بالوحدات او ب 15% فلوس ده احنا بنستورده، لانها نوع من الادويه بتحتاج تقنيه عاليه في الصناعه غير متوفر عندي. عشان اعمل خط انتاج مثلا هيكلفني مثلا 200 مليون جنيه عشان اعمل خط انتاج لمنتجات معينه، فده عشان كده بنستورده. الجزئيه الثانيه، من سنه عن سنه صناعه الدواء او سوق الدواء بينمو بنسبة بتتراوح من 10 ل 12، ما بتزيدش عن 15%، وهو السوق الوحيد في جميع المجالات هتلاقيه دايما في نمو. تمام. الجزئية الثانية انه النهاردة لما يبقى سعر علبة الدواء النهاردة 10 جنيه او نقول 50 جنيه وبقت ب 75 جنيه، فالزيادة في السعر هتخلي عدد الوحدات يقل. فانا كده نميت بنسبه 8% ولكن كعدد وحدات هتقل. لانه ايه؟ لما الحاجه بتغلى. احنا طريقه تداولنا للدواء نفسه، يعني يمكن السؤال الثاني اللي هو بخش الصيدليه واخد دواء، ده مش صح. المفروض ان انا يعني يرجع لطبيب، ولكن في بعض الناس اقتصادياتها لا تتحمل انها تروح تكشف دكتور ب 100 ولا 200 جنيه فبتروح للصيدلي على اساس ان هو بتاع، برضه ما فيش مشكله. في بعض الامراض الخفيفه يعني بارد شويه ترش اللي هي الحاجات ولكن ايه الظاهره العجيبه ان يخش واحد يسالك على مضاد حيوي عايز ياخده منه نفسه كده يعني 90 جنيه، واخد بالك؟ اما تيجي تقول له انت اي مشاكلك عندك سخنيه بتاع، لا ما فيش، امال ايه؟ اصل انا جربته المره اللي فاتت، اصل جاري مش عارف ايه، ثقافه مش صح. وبعد كده لما امشي معاه في السيناريو، اول حاجه انا بعملها الاتي: بجيب له العلبه، اقول له العلبه ب 90 جنيه اهي موجوده، حلو؟ اقول امشي معاه بقى في الاخر، اقول له في الاخر انت مش محتاج العلبه، خد ده حاجه ب 10 جنيه واخد بال حضرتك تخففه بدل ما يدفع 90 جنيه، وبالتالي استخدام سوء استخدام مضاد حيوي لعدم استخدام ارشطه. قصة النمو، فالنمو هو بالفاليو بالفلوس. قصة ان هو نزول بالوحدات، لان عدد الوحدات اللي هتتداول تبقى اقل. طيب خلينا نروح مع حضرتك لبعض المعلومات اللي محتاجه برضو توضيح. يعني في هنا بيتكلموا ان بيبلغ حجم النمو السنوي للسوق المصريه في صناعه الدواء من 12 حتى 13%، ووصل بنهايه العام الماضي ل 36 مليار جنيه مقارنه ب 24 مليار جنيه في 2014. يعني احنا هنا الخبر ده بيتكلم ان في نمو في هذا المجال. طيب ايه اللي على ارض الواقع بيتم علشان يحصل هذا النمو؟ يعني احنا بدانا دلوقتي يبقى عندنا مثلا مصانع اكتر، الماده الخام بقينا نقلل من استيرادها، يعني خلينا نفهم من حضرتك اكتر. اول حاجه علبه الدواء عشان تيجي لحضرتك 95% من مكوناتها مستور. 95 ولا كانت 75 الاول؟ 95. طب ده كده يعني هقول لك احنا ايه بنستورد؟ الماده الخام الاكتف، الحاجه الماده الفعاله، ده نسبه كبيره جدا عند حضرتك. العلبة والنشرة دول ورق، صح؟ مصر بتستورد الورق. خلاص؟ طب ما احنا عندنا مصانع البرينت ورق هنا. البرنت الحبر نفسه اللي بيتكتب، انا لازم اكتب لك بيستخدم ازاي واعراضه الجانبية، لازم اكتبها كويس. مصر بتستورد الحبر، فادي ايه؟ مكونات بسيطة. ولكن انا بعتبرها من ايه؟ استيراد. يعني انا بستورد المادة الخام، المواد الغير فعاله، بستورد العلب، بستورد الحبر، بستورد الالمونيا اللي جوه اللي بحط فيها القرص بستوردها. طب واحده واحده بس، واحده واحده قبل ما نخش على الدواء نفسه. انا عندي مصانع ورق، الالمونيا اقدر اعملها، الحبر موجود عندي في مصر، يعني هل انا بستسهل دلوقتي ولا انا عندي ازمه مثلا في كل القطاعات الصناعيه؟ بس يعني لا، هو عايزين نفهم. هي محتاجه ان يتم ضخ استثمارات في هذا المجال اكتر. يعني احنا كاتجاه دوله بقى، الاستراتيجيه الدوله ان هي ايه؟ صناعه الورق في مصر يتم تطويرها، وبالتالي انا كبلد اكفي احتياجاتي، وبالتالي اقدر ان انا اغطي احتياجات جميع القطاعات والصناعات. تمام. انا عايز اقول لحضرتك احنا
حضرتك بتقول 92% بنغطي 95%. لا حضرتك قلت في اول الحوار ان احنا بنغطي 92% من الوحدات اليونتس. يعني انا اللي انا السيلابل اللي انا ببيعهم 92% واحده علبه. أوكي. انما انا اساسا العلبه نفسها علشان اصنعها لك باخد ده كله بتاع في الاخر. انا عندي النو هاو، عندي السوق فيه نمو، فيه، لان عندي النهارده 154 مصنع دواء مرخص، وعندي 80 تحت الانشاء طالعين، وبالتالي عندي عدد مصانع كتير. الحاجه الثانيه عدد السكان النهارده عندنا بيزيد. نمو، وبالتالي القطاع بيزيد. الحاجه الثالثه والاهم، لو انا سوق النهارده بعت بنفترض 30 مليار مثلا، او السنه اللي قبل اللي فاتت باعين في حدود ب 40، والسنه اللي فاتت ب 50، النقطه دي بتيجي منين؟ وانت السنه اللي فاتت غليت الدواء مرتين بالظبط 20% ب 7000، وبالتالي الغلو ده بينعكس على قيمه نموك بالظبط. تمام. السنه دي بقى متوقعين توصل 60 مليار. واخد بال حضرتك؟ لكن هل ده بينعكس على نمو الشركات وقطاع صناعه الدواء في مصر؟ بينعكس طبعا على نمو الشركات، ولا هي الزياده اللي زادت عليكم استهلكتها لفروق العمله بقى والصناعات الاخرى؟ هو 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 بالتاكيد، عشان ده ما تخلي عشان نعرف ايه الازمه اللي بتواجهها الان المصانع. فروق العمله بتاثر، لان انا النهارده بقى حضرتك طن الورق، يعني قصدك تكسبه كده كده. انا بص بص، مفيش صناعه حتى الاعلام بيكسب، ايه مفيش صناعه هتستمر بدون مكسب. لا الاعلام بيخسر والله. اسال اي حد. بس على الاقل الاعلام هنا ما مش تسعيره جبريه. انا علبه الدواء عندي تسعيره جبريه بالظبط. انا النهارده لما علبه الدواء تفضل 20 سنه سعرها 4 جنيه و5 جنيه، ايه في مصر بقاله 20 سنه ب 4 جنيه و5 جنيه؟ واخد بال حضرتك؟ الجزئيه الثانيه التعويم اثر طبعا في في نوفمبر اللي فات. لا احنا المشهد كان كارثي. لا احنا كنا داخلين، انت حضرتك لو بصيت من 11 لنهايه شهر 4 كان في ازمه فعلا طبعا. في الدواء. ليه؟ لانه الناس لما الفرق ده زاد بقى في مشكله ان المصنع نفسه يقدر يكمل. وبعدين ما تنساش انك انت عندك كهرباء زادت، ميه زادت، الناس العماله واللي بيشتغلوا في اول السنه مش يجي يقول لك اصل انت التسعيره جبريه مش عايز يزيد، فتكلفه الصناعه لا زادت. بس كان في غلطه هنا لو هنرجع بقى لقبل فكره التعويم. انا المفروض دلوقتي بتكلم ان الدواء دي صناعه حياه، زي ما احنا بنتكلم صناعه حياه، بمعنى ان انا عارفه ان لما يحصل التعويم، انا دلوقتي كحكومه المفروض عارفه ان لما هيحصل تعويم يبقى في اسعار كتير جدا هتزيد، اللي هي كل المنتجات اللي انا بستوردها منها الدواء، انا عارف ان الدواء ده هيزيد، فبالتالي هيحصل نقص زي ما حصل بالفعل، يبقى انا اروح اجيب الادويه دي بكم كبير علشان اقدر ان انا اعوض الفجوه اللي هتكون موجوده بعد كده. وده ما تمش، عشان كده كان في ازمه في الدواء وقتها. ما تمش لسبب، احنا يوم 2 نوفمبر كان اللي هو قرار التعويم، 3 نوفمبر حاجه زي كده كان قرار التعويم شغال. يوم 2 نوفمبر احنا كصناعه الدوله كانت بتجيب لنا الدولار ب 300 مدعوم. يعني بتيجي تقول انت من الصناعات المهمه والحيويه والاساسيه ومش قادر تجيب الدولار، والدولار في السوق السوداء وصل لوقتها ل 18 قبل التعويم. فالدوله كانت بتدولي ب 3.8. تاني يوم، يوم 3، ما هو بالظبط قال لي ايه؟ قال لي خلاص انا مش دعوه، ما هو ده اللي بنقول، هات الدولار انت بقى ايه من البنك ب 18، وانا مسعر سعر الدواء بتاعي ب 3 جنيه و5 جنيه لما الدولار كان موجود. فطبعا الفرق، طبعا فرق صعب. لا وكانت فتره صعبه وادويه كتير، فاحنا زي ما حضرتك قلتي صدمنا. فحصل الاتي، رقم واحد اللي باعت يجيب مواد خام، ما هو انا باعت بدولار 3.8، لما هيخش عليا هيبقى ب 18 بالظبط، خلاص ده رقم واحد. فاللي حصل ايه؟ توقف. الحاجه الثانيه اللي كان موجود في الجمارك اتساب في الجمارك، ما انا في الاخر ايه الجمارك هتعاملني على ايه؟ رقم ثلاثة، معدلات استهلاك الدواء، الناس لما قالت لك انه الدواء هيغلى فالناس بدأت تتكلب، الاجزخانات تخزن فدي سرعت من الازمة. على فبراير ما كانش هيبقى عندك ولا مادة خام موجودة في مصر، يعني كانت هتبقى في كارثة. لكن الوضع دلوقتي افضل. لا احنا فين وبقينا فين الحمد لله، افضل بكتير. بس احنا عايزين قدام، وده سؤالي لحضرتك بس بعد الفاصل، احنا ليه ما بنقدرش نصنع المادة الخام بغض النظر عن الورق
يعني دلوقتي الورق ده كارثة تانية، بس احنا ليه دلوقتي مش واصلين مثلا زي الأردن في صناعة الدواء؟ الأردن محتلة مركز صناعة كبير. اه ما انا بتكلم صناعة الدواء، صناعة الدواء وما بتعملش. طيب ما بتعملش، هل هي بتستورد برضو بالنسبة لإحنا بالظبط؟ طيب انا عايز اسال حضرتك، مش افضل مننا في التصدير؟ لا دلوقتي، دلوقتي مننا. افضل يا فندم، احنا كنا الاول مصر كانت افضل في صناعة الدواء، خلينا نبقى صراحة. قصدي ما هياش شطارة ان هو بيصدر احسن مني، دي سياسة دولة. سياسة ايه يا فندم؟ دولة. دولة في دولة مهتمية في الأردن، الحكومة مهتمية بصناعة الدواء، هما دول ست مصانع حضرتك. واحنا كنا مهتمين بصناعة الدواء. 154 مصنع. 154 مصنع. لما أنا ست مصانع بيصدروا بمليار و800، وأنا الكل ال 154 بنصدر كلنا على بعضنا ب 350 مليون دولار. بالظبط. طب يبقى في أزمة ولا مفيش أزمة؟ لا هناك بصي دعم سياسي. انا مش عايز دعم مادي. في فرق في هيئه هناك، هنا ما عندناش هيئه جوده للدواء، يعني في برضو حاجات كتير. في هيئه عليا، ولكن ده برضو مش لوحده، لان انا النهارده حضرتك علبه الدواء اللي انا بصنعها بخمسة جنيه، بتخش السعوديه بتقول لي انت في بلدك بخمسة جنيه. كويس. فالاردني اللي زيه بالظبط في بلده بخمسين جنيه بما يوازي، فبيدي له هو خمسين جنيه ويديني انا خمسه، 50 ريال ويديني انا 5 ريال، يقول لي ايه انت في بلدك سعرك كده. طب تعالى يا حكومه مصريه ساعديني عشان اساعد التنظيم، ويرد عليا يقول لي ايه بقى؟ البعد الاجتماعي والمريض المصري مش هقدر ازود لك. فهمت قصه البعد السياسي؟ بس برضه بعد يعني برضه لازم نحترمه. انا معاك. لا يعني برضه تعمل ايه؟ يعني انه في فروق في معيشيه. لا لابد ان انت تعمل الاتي، ان انت يبقى عندك حلول بديله. الحلول البديله تامين صحي اللي احنا بنعمله. طيب. دلوقتي ينفع نتكلم عن الحلول البديله بعد الفصل؟ لانه ده ياخدنا للتحديات برضه. حضرتك واضح من كلامك انه حضرتك بتقول في توجه دوله لدعم صناعه الدواء مثلا في الاردن، احنا عايزين نعرف ايه اللي ناقص هنا عشان ايضا يتم تحسينه وتفعيله، وبالتالي يعود علينا احنا برضه في النهايه. طيب. بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. كنا بنسال الدكتور قبل الفاصل انا ونهوان، كنا بنتكلم في فكره طيب ايه المشكله ان احنا يبقى عندنا الماده الخام؟ ما احنا لو امتلكنا الماده الخام ممكن ده في الاخر يقود ان يبقى عندنا صناعه افضل، وبالتالي نتحكم في مصائرنا اكتر، فبعد كده مستقبلا ان شاء الله نقدر نقلل من صناعه الدواء. وبعدين طلع ده تفكير ربما يكون شويه ساذج مننا، لانه الدكتور عنده حيثيات تانية. برضه تشرحها لنا اكتر يا دكتور، ليه ده مش ساهم؟ مع ان دايما بيقال ان المصريين لديهم خبره طويله في صناعه الدواء ولا يقل عن اي دوله بره، ولدينا كوادر ايضا بتعمل في الدواء في كل بلدان العالم. احنا اولا الحمد لله عندنا كوادر كويسه قوي. صناعه الدواء عندنا من سنه 36 طلعت حرب باشا عمل شركه مصر اللي موجوده. احنا من اقدم الصناعات الموجوده في مصر وفي الشرق الاوسط. احنا اللي علمنا الشرق الاوسط يعني ايه صناعه الدواء. يعني لولا مصر كان ما كانتش كل المصانع الدواء حتى الاردن نفسها احنا اللي علمناها. ده من ايام عبد الناصر بقى. من طلعت المصنع حرب. كان لا انا بتكلم المصنع اللي اتعمل. النهضه الثانيه اللي شهدتها الماده مصر الخام كانت ايام عبد الناصر. النهضه الثانيه اللي شهدتها مصر في فتره رئيس جمال عبد الناصر، لانه وقتها حصل انه شركه من الشركات الاجنبيه منعت عن مصر الاسبرين. فجاب مستشارينه وقال لهم انا مش عايز اجيب استورد دواء من بره. فاتعملت الشركات القبه النيل وسيد وكل ودي اللي عملت نهضه، ودي اللي شالت قطاع الدواء وصناعه الدواء في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا، ودي اللي عملت سمعه طيبه للدواء المصري في الخليج وفي افريقيا لحد النهارده. بيحبوا الدواء المصري للسمعه اللي عملتها. بعد كده الصناعه دي في السبعينات بدات مصانع الوطنيه دي يتم يعني يقول لك ايه دي مصانع بعد وطني وبتاع، فضلت تخسر لحد النهارده بتخسر زي قطاع الاعمال. خد بالك قطاع الاعمال انا ضد. شوف احنا عندنا 154 مصنع ونقدر نقوم بالمصانع الصناعه اللي هي بتصنعها، ولكن انا ضد بيعها. دي مصر، دي قلب مصر، ما ينفعش نبيعها. دي نطورها وتخش في المنافسه. واخد بال حضرتك؟ المصانع دي رمز لتاريخ مصر في صناعه الدواء. المهم ان المصانع دي فيها مصنع من مصانع اللي هو النصر. هذا المصنع اصلا فكرته انشائها لمواد الخام. هو بيعمل مواد الخام، في بعض المواد الخام بيعملها لوكالي، حاجات بسيطه يعني متفوربين مش عارف حاجات تربة تلين حاجات للسكر يعني.
وفي حاجات علشان يعملها محتاج تطوير وتطوير سريع. هو بقى عنده مكان روسي زمان من الستينات اللي هو ايه طاقة انتاجية بتاعته محدودة. النهاردة المكن الجديد بيعمل طاقة انتاجية افضل وبتاع، فده محتاج. بس هو الطاقة الانتاجية اللي هو هيعملها كم اللي هيتم استهلاكه جوه سوق مصر منها 30%. ففي طاقة انتاجية هتطلع 70%. لابد ان الطاقة الانتاجية 70% دي تطلعها برا سوق مصر. اين الاسواق التي سوف يتم تصديرها؟ وعلشان كده الحتة دي في تطويرها وقفت. طب معلش ممكن انا يعني اقول رد كده سريع، زي ما حضرتك كنا بنتناقش دلوقتي احنا بنتكلم ان ايه الدول اللي هي يعني مكتسحه سوق الدواء في العالم، هي الصين والهند. والصين والهند الخام. بتصدر المواد الخام وبتصدره للعالم كله. العالم كله. طيب كويس جدا. ما هي الصين والهند لما ابتدت برضو صناعه او انتاج لوكل او محلي، فهي دي النقطه. طب انا دلوقتي لما ابتدي اقعد افكر ان انا طب انا ايه السوق اللي انا هروح واصدر فيه وابقى موجود فيه، ما هو كده مش هنعمل حاجه. ببدا اول اشوف السوق يعني ممكن انافسهم في يوم ما هي دي السوق المصري، بعدين ممكن السوق العربي، بعدين الاوروبي. يعني ما هي هتبدا كده، ما هم اكيد ما بداوش في العالم كله. لا انا مع حضرتك، ولكن بس انا ممكن اضيف حاجه اخيره برضو عشان حضرتك ترد بقى رد كامل. هل صناعه الماده الخام كمان بتكلفني اكتر من استيرادها؟ وهل مصر في الفتره الحاليه عندها القدره دي ولا لا؟ ده كلام كويس. بص يا حضرتك، اول حاجه انا 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 زي ما اتفقنا بما عندنا العقول القادره نقدر نعمل. ولكن بقى النهارده انا عشان اعمل مصنع لمواد خام محتاجه قد ايه؟ محتاجه على الاقل مليار دولار. مين مستثمر هيدخ لك المليار دولار وهيستنى 20 30 سنه بقى قبل ما يجيبهم؟ ما انت ايه اول ما انت هتدخ وكده، طب فين سوقك اللي انت هتشتغل فيه؟ ال 154 مصنع مش ده. عايزين نفتح افريقيا، وما افريقيا كم عدد المصانع في افريقيا؟ برضو محدود. فمحتاج تخش بقى على الخليج، محتاج تخش على اوروبا، محتاج على العالم كله. وبالتالي المليار دولار ده عشان تجيبه مستثمر يخش فيه، محدش هيغامر بهذا. دولة تخش تغامر، وكان موجود شركة النصر نقدر نحسنها. حضرتك قلت كلمة مظبوطة قوي. أنا النهاردة كمنتج علبة الدواء دي ب10 جنيه، حضرتك بتديني المادة الخام ب50 دولار، وحضرتها بتديهاني ب20 دولار، وسعر جبري ب10 جنيه، هجيب منين؟ في الصين. اللي حصل بقى عندنا احنا إن في أسيوط كان في مصنع مضادات حيويه مواد خام، وعملها مستثمر مصري كان قاعد في السويد. كويس؟ حلو. ما قدرش يكمل اكتر من سنتين وقفل. خسر طبعا. خسر وقفل. اهو ده واقع بقى. ليه؟ لانه تكلفه انتاجه كانت اعلى من المنافسه في الهند. طب ما احنا كده عمرنا يا فندم ما هنتقدم ولا دوله يعني. دوله تقف نتحمل خسائر في الاول، وبعد كده السوق هيكبر. طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه اللي انتم محتاجينه يعني عشان تتغلبوا على التحديات يمكن الابرز قبل ما نختم مع حضرتك؟ اول حاجه انا عندي مصر 154 مصنع دواء. ال 154 في منهم حوالي 80 مصنع جداد تم انشائهم من 2010 ل 2000 لحد النهارده. هذه المصانع هناك نظام في وزاره الصحه بيسمى نظام البوكسات، اللي هو ايه؟ بيبقى عندك منتجات، ما انت مصنع دواء لازم تنتج، الصحه بتديك تراخيص، التراخيص دي مقفوله على المصانع دي، وبالتالي المصانع دي بتقول للصحه ليه مقفوله؟ سياسه وزاره الصحه. تمام؟ لا يوجد. بص حضرتك، هناك سياسة بتملى على وزارة الصحة لوضع سياسة معينة للشركات الأجنبية مهيمنة ب60%. فأنا النهاردة كمنتج مصنع وطني نزلت هاخد من المالتي ناشونال، من الأجنبي ومن المصانع الكبيرة. فاللي بيتحط قيود لما هو جديد. تمام؟ أنا بشكر مهندس محمد السويدي على الهواء رئيس اتحاد الصناعات الوطني المخلص في مطالبته لوزير الصحة بفتح البوكسات. وزير الصحة قال لك فتحنا البوكسات للمصانع الجديدة دي، وفي مصانع تحت الإنشاء 80. 150 مصنع قدامك في خلال سنتين ثلاثة اللي لم يتم الدولة الاهتمام بهم هيقفلوا. 150 مصنع. هل ده وسام على صدر الدولة؟ لابد الدولة تنتبه ان هذه المصانع هتشغل عماله، هتشغل. انا مع حضرتك بس هتهتم ازاي؟ ما يعني حضرتك بتتكلم ماديا، دعم من ناحيه تشريعيه. مش عايزين فلوس. مش عايزين فلوس من الدوله خالص. اللي احنا محتاجينه تفتح لي تمنحني تراخيص اقدر
اصنع وانتج وكده. الحاجه الثانيه تديني تسعيره عادله، ما ينفعش بعد ما تديني تراخيص تديني سعر 3 جنيه و5 جنيه ما اعرفش انتج واخسر. تمام، ما هو الاجنبي ب 100 جنيه، اشمعنى الاجنبي 100 جنيه وانا اخد 5 جنيه؟ يديني سعر عادل، مش عايز اعلى حاجه ولكن سعر عادل. في نفس الوقت بدل ما اقعد 5 سنين في ترخيص دواء، رخص الدواء في قد ايه؟ في سنه او اتنين. هي او خلينا نقول هو قانون التامين الصحي كمان لو هيشمل الدواء ربما الى حد ما يعمل معادله سليمه شويه، ان الدوله هي هتتكلف تكاليف ساعتها. التامين الصحي مستقبل الصناعه غير واضح فيه. بالظبط، حضرتك شايف انه غير واضح فيه. انا الكلام ده قلته جوه مجلس النواب، يعني هناك في خلال 15 سنه الجايين غير واضح مستقبل الصناعه. يعني ما لو دوله تحملت تكلفه الدواء بعد ما يحصل تغيير في التسعيره واصبح عادل الى حد ما للمصنعين في مصر، ده حضرتك شايف ان لسه ما بقاش عادل حاجة. ما انا بقول لو يعني التامين انا بأمل يعني ساعتها ممكن نقول فعلا ان القضيه اتحلت الى حد كبير. بحيي الحكومه على التامين، مشروع التامين الصحي، وده عايزينه عشان ما الغير قادر وكده، ولكن مستقبل صناعه الدواء ومستقبل الصيادله في مصر في ظل القانون انا شايف ان هو هيبقى غير عادل، لابد ان احنا نراجعه. ولسه القانون لسه يعني احنا لسه ولكن احنا نتفاوض مع لجنه الصحه في مجلس النواب فيها على حل ما في الموضوع في التحديات، مش بس المصانع الجديده والمصانع تحت الانشاء وشباب هذا القطاع. الرئيس قال انك 65% من الشعب المصري تحت سن ال 40، تمام؟ يعني مستقبل البلد دي في شبابها. احبطهم ولا شجعهم؟ لا، ما فيش حد عايز يحبط اكيد. وزاره الصحه يعني محبطه للشباب، ده من النهايه. طيب انا محتاج رئاسه الجمهوريه تتدخل لدعم شباب هذا القطاع. كويس، مصانع تحت الانشاء بيمتلكها شباب واقفه، وفين؟ في الصعيد. احنا مش احنا بنشجع الصعيد؟ كويس، والتنميه عايزه تتجه للصعيد لما شباب صيادله يجتمعوا ويعملوا مصنع في الصعيد، وفي الاخر واقفين لان وزاره الصحه مش عايزه تعترف بيهم. يعني تم التواصل مع الوزاره وكمان مش عايزه تعترف بيهم اصلا. على اي حل انت وجهتوا لانتقادات مختلفه، منها تشكيل لجنه محايده تتابع ملف صناعه الدواء، وايضا احنا لابد من فصل ملف الدواء عن وزاره الصحه. احنا برضو قررنا ما ذكرتموه، ونتمنى نشوف ايضا يعني ان شاء الله هذه اللجنه. هو ده مطلب قديم عامه، يعني انا يعني سمعته من كذا، لانه الوزير ربنا يديله الصحه يعني بيحاول في المستشفيات الحكوميه انه يطورها، وبالتالي ملف الدواء منسي وزارة الصحة. دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، شكرا ليك يا فندم. شكرا ان شاء الله لازم نبقى لينا حلقة تانية نتكلم باستفاضة اكتر، لانه هذا الموضوع كما ذكرنا موضوع صناعة حياة في مصر. هنروح معاكم لفاصل، بعد الفاصل هنرجع مع مؤسسة فرقة مشوار التحدي للمكفوفين ومسرحية كده هتنبسطوا منها جدا.